حضرتك برضو متهم ان انت على طول كده جاي على الستات. جاي عليهم. ايوه دايس على الستات. هما حته مايله. بعد الشر علينا. لا ده احنا مش حته مايله ابدا. حاجه صعبه. شوفي يا منى هانم، اول نموذج قلته قدام هند ابو السعود اقسم بالله، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون اضرب للبنت ضلع يطلع لها 24، اتضربت في ضلعك واتضربت في قلبك واتضربت في كبدك يا ضارب الانثى، لا ضربه للانثى، اضرب للبنت ضلع يتكسر لها 24 مش يطلع لها 24. ولنا نبي عليه السلام قال رفقا بالقوارير وشبهها بالزجاج، من اين اتيتم بهذا العنف؟ هي الله يرحمها هند ابو سعود طلبت عبد النعيم شمروخ في التليفون وقلت تسجل للراجل ده النهارده. ابقى انا من اول هند ابو سعود سنه 82 بقول ما تضربوش الانثى وعاملوا الانثى احسن معامله، واتهم بان انا ديدي متحامل على الانثى. بقول لك اول لقاء سجلته السماء سبحان الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بيني وبين هند ابو سعود، يقولون كنت بقدم فكره اسمها المثل الشعبي واثره في الفكر الديني. فالمثل الشعبي بيقول اكسر للبنت ضلع يطلع لها ايه؟ 24. انا قلت يا اللي بتقول الكلام ده الله يكسر ضلعك وضلع امك. امين. طب التقيله يا دكتور، هي ايه التقيله اللي خلت حضرتك قفلت من كل حاجه واعتزلت كل شيء وخرجت من الكواليس؟ كواليس ايه؟ البسي قفة، انزلي بقفة، انه ازاي هينظر لي. كويس انك اثرت الموضوع ده. ايوه كويس انك اثرت الموضوع. هي هبله ومسكوها طبله مع الاسف واثرت في انا ولا ايه؟ يا فندم انا فاكر الفيديو زي ما انا فاكر لقائي معاك دلوقتي. قلت الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها 9 مرات. والله يرزقه بحاكم عادل يقتص لها. رزقه الحمد لله. انيت ناس الكلام ده، انا الكلام ده وحش. بقول اللي هي مش ستره نفسها يا بنتي هتتزيني وتتجملي في مجتمع الشباب فيه مش لاقي يتجوز، البسي قفه وعيشي. قفه دي ايه في اللغه العربيه؟ كنايه عن اي شيء خشن. بلاش النعومه في الزمن اللي فيه العيال مش لاقية تتجوز. الكلام ده يغلطه حد إلا إذا كان واحد تايه في التوهان. في زمن الشباب فيه شغال وقادر على فتح بيت، عايز يمشي في الشارع يلاقي الغندورة. اتغندري لما تكوني هتتجوزي، وما تتغندريش لما تبقي عايشة في زمان كله عايز يمتع نفسه من غير جواز. فلما حد يقول قال مبروك عطية البسي قفة وعيشي، يبقى حريص على حياة البنت كل الحرص. هيجي علينا زمن يا دكتور اختار لبسي على اساس. هيجي ان شاء الله اختار لبسي واختار شكل حياتي وطريقتي ومظهري بناء على ناس ما عندهاش اخلاق في الشارع، او ناس ما عندهاش ضمير، الله يفتح، او ذكر منزوع الرجوله. الله يفتح عليك. اليس من باب الحرص ان انا اقول لك اعرفي المجتمع اللي حواليكي، لينهشك يبقى الداري. لا إله إلا الله.